حرصاً من وزارة التربية على استمرار العملية التربوية وتعويض الفاقد التعليمي، افتتاح صالة تدريسية مجهزة بمئة جهاز كمبيوتر في مركز الباسل للتأهيل والتدريب في الكورنيش الجنوبي باللاذقية. نحن عم نستقطب جميع الطلاب، تم تأمين كادر إداري بيتألف من مشرف للقاعات، فني صيانة لكل قاعة، بالإضافة لأمينين سر مشان تسجيل الطلاب، أسماءهم، غيابهم، أوقات الدروس، مواعيدهم، الأنسات اللي بدهم يعطوها كذا يعني. نحن هون في هذا المركز لرفضه بمدرسين خبراء، نحن مدرسينا متعودين التعامل بالتدريس بالأساليب الحديثة والتعامل مع الأجهزة الحديثة مثل الشاشة الحديثة والأجهزة الكمبيوتر. أخذنا بياناتهم بأي صف هني وأمننا لهم كتب، وهني عم يلتحقوا بزملائهم هون بالقاعة الافتراضية لتعويض الفاقد التعليمي اللي فقدوه بفترة الشهر اللي مضت. طالباتنا كتير كتير تفاعلوا وحبوا الفكرة وكتير كان الدرس جيد. كان الدرس الثاني لإلون وعم يستفادوا من هذا الموضوع، لأنه بتعرفي الأمور كلياتها يعني تكركبت بعد حادثة الزلزال. إنه عم ناخد عشاشة كبيرة وعم نعود الفاقد التعليمي اللي راح علينا. الدرس كان كتير كتير حلو وناجح، وبتشكر الكل على هيدا الدرس. كتير حلو إنه بيتعلموا الطلاب وبياخدوا معلومات جديدة، وإذا ناقصين شيء بيتعلموا عليها. باعتبار أنه الإلكترونيات كتير انتشرت بحياتنا اليومية، ففكرة كتير حلوة أنه نستغل الوضع بشي لصالحنا. لما صار الزلزال ما وقف المدارس، فهيك بيعوضوا عن العلم اللي راح أحسن من هيك. كويسة، كويس، كتير كويس، الحمد لله. متابعة مستمرة وجهود حثيثة واستخدام للتكنولوجيا وكل ما هو جديد لدعم العملية التعليمية.